قبل بداية الفيديو في موضوع بدي أحكي فيه غير موضوع الحلقة. طبعاً اللي حابب يبدأ موضوع الحلقة فيك تقدم الفيديو دقيقتين أو دقيقتين ونص، ولكن هيدي الرسالة لازم تسمعوها. إذا أنتم من المتابعين المخلصين لهيدي القناة لازم تحضروا وتشاهدوا الحكي اللي رح أحكي اليوم بالمقدمة. بالبداية بدي وجه رسالة لشخص عم يسرق الفيديوز لإلي من اليوتيوب ويرجع ينزلها على التيك توك. أنا لم ولن أسمح بهذا الشيء، وأنت شخص بلا أخلاق وبلا ضمير، وأنا مش مسامحتك لا قانونا ولا شرعا، لأن أنت مثل الشخص اللي عم بفوت يسرق من المحفظة مصاري بنفس الطريقة أنت عم بتفوت تسرق الفيديو وعم ترجع تنزله بمكان تاني، وهيدي سرقة وأنا مش رح اتهاون بقى مع أي حدا بيعمل هيدي الحركة. أولا أنا ما بسمح لا بسرقة فيديو كامل ولا جزء منه، لأن السرقة سرقة. مثل اللي شخص حاطط بمحفظته 100 دولار وأنت فتت سرقت 20 دولار منه، يعني هي ذاتها سواء سرقت 100 دولار أو 20 دولار، على الحالتين سرقة. صحيح أنت ما سرقت 100 دولار كلها، سرقت 20 دولار منها وخليت 80 دولار، بس هاي دي سرقة، وأنت واحد حرامي ومريض وبلا أخلاق وما عندك القدرة على إبداع أفكار خاصة فيك لتنشئ قنوات لإلك سواء على التيك توك أو على اليوتيوب، ولهالسبب عم تسرقني وعم تسرق غيري، وخاصة أنا مشدد علي، يعني بنزل لعدة أشخاص ولكن التركيز عم بيكون على سرقة الفيديوز الخاصة فيه. ليه؟ لأن عم بتجيب له ملايين المشتركين وملايين المشاهدات، وهيدا الشيء مش رح اسمح فيه ابتداء من اليوم سواء على التيك توك أو على الفيسبوك. والمحامي الخاص فيه في حال شفت أي فيديو بعده، يعني سواء كان جديد أو قديم، عم ينشر على التيك توك أو غير منصة، المحامي الخاص فيه رح وكله شخصيا بمتابعة هيدا الموضوع والتبليغ لحد ما نوصل لإقفال القناة أو حذف جميع الفيديوهات اللي بتخصني إلي عنا. الوحشته لهيدا الشخص إنه هو عم بيروج لي. يا خي أنا مين قال بدي روج؟ وأنا لما بدي روج عندي طريقتي وعندي صفحتي على التيك توك، هيدي هي الصفحة الوحيدة والرسمية لإلك، وفي حال وجدت أي فيديو خارج نطاق هيدي القناة فهو يعتبر سرقة، وأرجو التبليغ عنه فورا. الشخص اللي عم تنطره ليرجع لك هو بالحقيقة بيعرف إنك عم تنطره، ويشعر أنك تنتظره، ويستمتع ويستلذ لما يشوفك بعدك ناطره على الرغم من رحيله وتجاهله وإهماله لإلك. هو يستلذ ويستمتع سواء كان بحبك أو ما بحبك. ليه بيستلذ وبيستمتع؟ طبعا لأنه بحس أنه بعد له قيمة ومكانة بقلبك. ولحتى يرجع لك هيدا الشخص في خطوتين بسيطتين هني كفيلتين بأنه يخلوا هيدا الشخص يرجع لك، والألم والحزن وخلينا نقول نار الانتظار، لأنه الانتظار بالحقيقة أنك تنطر شخص معين، هيدا الشيء بخليك تحترق وتشتعل من الداخل، وهذا الاحتراق والاشتعال يصل بطريقة أو بأخرى للناس اللي حواليك وخاصة للشخص المعني بالموضوع. صحيح أنت قد تبتسم في وجوه الآخرين ولكن جواتك بتكون عم تغلي. والخطوتين أو العنصرين الكفيلين بإخماد هذه النار وهذا الألم، ألم الانتظار، لأن الانتظار هو شيء مؤلم بالحقيقة، هالشغلتين هني الوقت والعادة. كيف يعني الوقت والعادة؟ رح اشرح لكم. الوقت انت لما يطول انتظارك مع الوقت سوف تعتاد، رح يصير هناك عادة، وهذه العادة انه انت اعتدت على حياتك وتعودت على حياتك مع مرور الوقت من دون هذا الشخص. الوقت هو أكبر كفيل بأنه يخليك تتعود على غياب هيدا الشخص. لو مهما طالت مدة هيدا الوقت، مهم أنك تصبر وما تقوم بأي تصرف مذل أو مهين بحقك مثل ملاحقة الشخص أو الاتصال به، وأنك تسلم أمرك لقصة الوقت وعامل الوقت. صدقني أنت رح تتعود مع الوقت أنه هيدا الشخص مش موجود بحياتك، وبمجرد ما أنك تعودت واعتدت على عدم وجود هذا الشخص ضمن إطار حياتك اليومية سواء على وسائل التواصل أو وجها لوجه،
فهذا الانتظار سيتحول إلى عدم اهتمام، وعدم الاهتمام سيتحول إلى نسيان، والنسيان هو أعظم الأمور الجبارة اللي بتخلي أي شخص من الأشخاص يفقد هيدا الاستمتاع وهيدي اللذة اللي كان عم يشعر فيها لما كان حاسس إنك بعدك ناطره. هو رح يرجع لما يلاحظ أنت عدم اهتمامك وبرودك مع التعود والوقت اللي حكينا عنهم، فهون هو سوف يعود كي يسأل لماذا لم يعد ينتظرني. ولما يشوفك عايش حياتك بشكل عادي وبشكل طبيعي سوف يتألم وسوف يندم، وكل الألم والنار والعذاب اللي أنت كنت حاسس فيه لما كنت عم تنطره مع مرور الوقت والزمن دوار كما تدين تدان، وهيدي هي الكارما. كل هيدا الألم اللي أنت كنت تشعر به لما كنت ناطره رح يرجع، وهو ذاته هيدا الألم أن يشعر به هو بل وأضعاف لما يرجع ويسأل لماذا لم يعد ينتظرني ويشوفك عايش حياتك بشكل طبيعي. إذن سوف يعود إليك عندما تتوقف عن انتظاره، عندما تتوقف عن انتظاره سوف يعود وسوف يندم وسوف يتألم، وبقانون الكارما أو العدالة الإلهية نفس كمية الألم اللي سبب لك إياها رح ترجع له أضعاف وأضعاف، وهون أنت رح تكون عايش حياتك بشكل كتير طبيعي، بل وأيضا احتمال كتير كبير أنك تكون تعرفت على أشخاص وأصدقاء أفضل منه أضعاف وأضعاف.